موزيري بروبليم موزيري فوت الفوت والفوت والكره والفوت والكره والفوت والفوتبول والفوتبول لا سيرف لا بودي بوردينغ لا سكيت لا باسكيت لا اتليتيزم لا لا تاو الزاير لا تلعبه دونك كتهضر على الكره دونك نرجعوا ديال لا بلاتي هذا الكلام اللي قلتي مهم لان ما كاين حتى شي حاجه سي فري بصح ما كاين حتى شي حاجه وماشي هادشي اللي ماشي هادشي اللي بغينا وحنا وصلنا لواحد الضعيه ما تقدر كنت في اللجنه شي واحد قال لي راه اللجنه في البرلمان كنت حدا في 11 في هذا الشهر قال لي اليوم 11 سبتمبر سقوط اون سبتمبر 9/11 وقال لي كاين هادشي كيتزامن مع سقوط يعني الرياضات الكبرى اللي عندنا بحال الاتليتيزم بحال الكره الى اخره كنت ماشي سقوط الرياضات الكبرى وانما ربما سقوط الشموخ المغربي في المحافل الدوليه ما نكونوا صراحه من 98 لهنا كنا كنمشيو وفق واحد ما مشيناش وفق واحد المنظور واحد الاستراتيجيه اللي واضحه كنا كنمشيو كنخبيو ربما غياب هذه الاستراتيجيه وراء واحد الفوز صغير ولا واحد الميداليه صغيره وبالتالي بقينا غني جات الرساله الملكيه في المناظره ديال الصغيرات الرساله الملكيه كانت واحد دياغنوستيك ثيرابوتيك كانت واحد التشريح يعني الوضع الرياضي الشجيع وشجاع طبعا وحطت الاصبع على المكامن ديال الخلل ما كاينش شكون اللي طبقها شكون اللي مشى معها شكون اللي يعني حط ذوك المضامين ديال على الارض حتى واحد بقات ضايعه طبعا اليوم هاد النتائج اللي وصلنا لها كتزيد كتثبت هذا الكلام شي وحدين كيقول لك لا هو ما يمكنش واش ما كان والو حتى جيتي انت عاد غادي يكون لا ماشي جيت انا راه النتائج اللي جات وكنشوفوها انا ما عندي ما ندير ولكن فاش كنمشيو بواحد كنمشيو بواحد المنظور في واحد الوقت راه كنوصل لواحد المساله اللي خصنا نعاودوا فيها النظر الرياضه اليوم راه ولات صناعه راه في الاندستري ولات علم ولات بالحساب يعني حتى حنا راه بقينا غير في مساله ديال الامكانيات الا حطينا الامكانيات راه حنا غادي 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 نوصلوا عطيت امثله كثير عطيت جامايكا جامايكا في جامايكا شجدت في مع الاستازوني مع امريكا وي انهم يعني هذيك الرياضه اللي كانت متربع عليها لي كورس دو فيتاس متربع عليها امريكا اللي فيها 350 مليون نسمه اليوم دولة ديال ما كاملش 3 مليون انا قدرت تفوق على امريكا في يعني في هذا الصفر علاش وما حطاتش الامكانيات الضخمه اللي حطات امريكا وعرفت شنو داروا هما مشاو الاشياء اللي عوضوا فيها هذا هو اللي كيسالنا اليوم انهم مشاو داروا لا ديتكسيون التنقيب على المواهب فين في المدرسه وفي القريه وطبعا هذا التنقيب على المواهب عطاهم فرصه انهم يتفوقوا على الامكانيات باش ما نبقاش نقول انا المساله دائما الامكانيات مهمه ما كنقولش لا ولكن بوحدي ترى ما كافياش 100% Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.